بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أبناء الطلاب مرحبا بكم، إن شاء الله بإذن الله اليوم سوف نقوم بشرح الفصل الخامس من فصول القصة، عنوانه إرادة الشعب وعزل الوالي التركي خورشيد. تمام؟ طيب، طبعا مضمون يعني من خلال عنوان هذا الدرس أو الفصل، يعني مضمونه يتحدث عن شخصية اسمه خورشيد أو حاكم يسمى خورشيد. طالما الشعب عزله، إذن هذا الحاكم أو هذا الوالي إذن ظالم أو فاسد. تمام؟ طيب، أقرأ كده، نبدأ. أقرأ يا علي. أيوة مستر، الفصل الخامس إرادة الشعب وعزل الوالي التركي خورشيد. الفقرة رقم واحد، شعب مصر يرفض الظلم. كان شعبنا المصري يتمسك بحريته وحقوقه، وكان يرفض أن يستبد حاكمه أو يسوقه اللي يستبد كده كما تساق. يستبد؟ يستبد، مش يستبد، يستبد. يستبد فعل مضارع منصوب على تصريف فتحة. ممتاز، عندي من أداة نصب فعل مضارع يا شباب، فعل مضارع منصوب على نصب هي الفتحة. نكمل. حاكمه أو يسوقه كما تساق اعرب لي الأنعام. يسوقه، ركز في الله. يسوقه فعل مضارع مرفوع بالضمة. لا، منصوب. منصوب يا شباب، اسمعوني، ليه منصوب؟ ليه منصوب؟ لأن الفعل يسوق معطوف على فعل منصوب قبليه، معطوف على يستبد. تمام؟ يبقى الفعل يستبد ده معطوف عليه، بس لن أقول على يسوق معطوف منصوب، لا، يأخذ نفس العلامة العربية، يقول فعل مضارع منصوب أو علامة نصبه الفتحة. هي الشعر لسه ظاهر عندكم يا شباب أم ظاهر من فترة؟ يا شباب؟ ظاهر من زمان يا مستر، تمام، لا، أنا من لسه زمان جايب يا لسه مستر. سجل لسه جايب لي رسالة إن الشعر لسه ظاهر، فاستغربت يعني حتى الآن يظهر. تمام. يبقى الفعل يستبد ده منصوب، إذا الفعل الذي يليه المعطوف عليه يعني يكون منصوب مثله. تمام؟ كمل. كما تساق الأنعام. كما تساق الأنعام وكما يخ كان شعبنا المصري يتمسك بحرية. لما أقول لك صف شعبنا المصري كده بخصوص الحكام، كان أو من صفات الشعب المصري إيه؟ أنه إيه؟ أنه يتمسك بحريته وحقوقه ويرفض أن يستبد حاكمه أو يسوقه كما تساق الأنعام. مثلا السؤال لأحمد نجار، صف حال الشعب المصري كده. أحمد النجار، يا أحمد، أحمد موجود؟ ايوه يا مستر، معلش المايك ماشي، يعني صف كده، صف الشعب المصري كده، فهمت من الفقرة؟ أنه إيه؟ يتمسك بحريته وحقوقه، كان يرفض ان يستبد حاكمه او يسوقه كما تسوق الانعام. يساق الأنعام. نسأل، طب مصطفى، يا مصطفى صف لنا الشعب المصري. مصطفى، يا مصطفى، يا شباب، مصطفى بيقول المايك عنده مش عارف طيب يفتح. ماشي، نسأل منا، ماشي، نسأل منا، منا صف لنا الشعب المصري. يا منا، مع حضرتك. صف لنا كده الشعب المصري يا منا. كان يقف ضد الحاكم لا، الأول. يتمسك بحريته، لسه متحدث عن الحاكم، كان بيتمسك بحريته ويرفض ان ايه، ان يستبد حاكمه او يسوقه كما تسوق الانعام. تمام. نسأل سؤال تاني لماجد. يا ماجد، صف الشعب المصري كده يا ماجد. كان الشعب المصري يتمسك بحرياته، وكان يستبدل حكمه. إيه مستر؟ كان يرفض ان يستبد حاكمه او يسوقه كما تساق الانعام. تمام. تمام. طيب، اقول تاني. محمد، صف لنا الشعب المصري يا محمد. ما حضرتك يا مستر، كان الشعب المصري يتمسك بحريته وحقوقه، وكان يرفض أن يسب حاكمه أو يسوقه كما تساق الأنعام. اعرف لي كلمة الأنعام يا محمد. ما حضرتك يا مستر، حاكمه أو يسوقه كما تساق الأنعام. نائب فاعل، نعم يا مستر، نائب فاعل، نائب فاعل، لأن تساق فعل مبني للمجهول يا شباب. هو الفعل فين يا مستر؟ نائب الفعل قصدي، الفعل الفعل تساق، قصدي. تساق
اهو تساق الانعام. تمام، يبقى ناقص ليه ما وصلش عليه مفعول به؟ لان ده فعل مبني مجهول، يساق مش تسوق، يساق. تمام تمام يا اصل الجمله يسوق مثلا، يسوق الفلاح الاغنام مثلا، او يسوق الغنام الاغنام مثلا، او الانعام، يسوق الفلاح الانعام مثلا. حذفنا الفاعل وجعلنا الفعل مبني للمجهول وقلنا تساق الانعام. تمام، فصارت نائب فاعل. اعيدها تاني. كمل قراءة احمد النجار كده. احمد النجار، ما كنا عارفين. معلش. كان يقف، كان يقف له بداية الأمر ناصحا محذرا، فإذا لم يستمع هذا الحاكم إلى نصيحته أو تحذيره ثار عليه وتمرد وأنزله من عرشه، من عرشه، وسلبه ملكا وسلطانا. وسلبه ملكه، وأعرف لملكه دي، أعرف لملكه، وسلبه ملكه. الواو حرف عطف، ماليش دعوة بسبب واو سلبة فعل ماضي، بقول لك كلمة، بقول لك كلمة ملكه. ماشي، نص صعب. ملكه صفة، صفة. لا، سلب الملك هو اللي هو الشعب. سلب يعني أخذ الملك هو اللي هو الشعب، فملكه هنا فاعل مرفوع بترفع في الضمة. تمام، فهمتها؟ تمام. لما نقول لكم صفة، كيف كان يقف الشعب، وكيف كان الشعب المصري يعامل الحاكم الظالم، كيف كان يعامل الشعب المصري الحاكم الظالم يا أحمد؟ أنا مستر. كله يجاوب. كيف كان يعامل الشعب المصري الحاكم الظالم؟ كان يعاملهم بالظلم و كان بيتعامل مع الحاكم الظالم إزاي؟ كان يا شباب، كان يقف له بداية الأمر ناصح ومحذر، فإن لم يستمع هذا الحاكم إلى النصيحة والتحذير تمرد عليه وأنزله عن عرشه وسلبه سلطانه. عادة يا أحمد؟ أيوة مستر. عادة أقولها. طيب، كيف كان يعامل الشعب المصري الحاكم الظالم؟ كيف كان يعامل الشعب المصري؟ كان يقف له بداية الأمر ناصحا محذرا أنهم سيسلبوه ملكه وسلطانه. ممتاز. نسأل طيب يوسف المنسي، كيف كان يقف الشعب المصري للحاكم الظالم؟ كان يقف له ببلاد الأمن وسام حزام، فإذا لم يستمع هذا الحاكم لنصيحته أو تحذيره سار عليه وتمرد وأنزله من عرشه وسلبه ملكه وسلطانه. ممتاز. يوسف أشرف، كيف كان يقف الشعب المصري للحاكم الظالم؟ يوسف أشرف، يوسف أشرف موجود؟ يوسف موجود معنا؟ يوسف أشرف ولا لا؟ المفروض يوسف المنسي. يوسف الثالث مش موجود. أنا عندي قدامي يوسف المنسي ويوسف ضياء ويوسف. يوسف الثالث مش موجود يا شباب. طيب ماشي. أنا مستر شونجو. ظننت إنه موجود. طيب ماشي. يا يوسف ضياء، كيف كان يقف الشعب المصري للحاكم الظالم يوسف ضياء؟ نعم يا مستر. كيف كان يقف الشعب المصري للحاكم الظالم؟ يرفض، يعني كان يرفض أن يستبد من حاكمه أو يساق كما تساق الأنعام، وكان يقف له في بداية الأمر نصحا محذرا، فإذا لم يستمع إلى النصيحة سار عليه وتمرد وأنزله من عرشه وسلبه ملكه وسلطانه. ممتاز. عليكم السلام ورحمة الله. النجوم خرجني. مين؟ يوسف أشرف. ماشي يوسف أشرف، أنا جيت عليك. طيب جاوب معنا يوسف، كيف كان يقف الشعب المصري للحاكم الظالم؟ كان يقف في بداية الأمر نصيحة محذرا، فإن لم يستمع كان هذا الحاكم إلى نصيحة أخذ بصأره وتمرد وأنزله من عرشه وسلم ملكه وسلطانه. تمام.
تمام ماشي ممتاز يا سما. سما، كيف كان يقف الشعب المصري للحاكم الظالم، أو كيف كان يعامل الحاكم الظالم؟ كان يقف له في بداية الأمر ناصحا محذرا، فإذ لم ينصت له أو ينصت إلى تحذيره يثور عليه ويتمرد عليه وينزل من عرشه. تمام ممتاز. كان شعبنا المصري يتمسك بحريته وحقوقه، كان يرفض أن يستبد حاكمه عليه. طيب يا شباب، في حال، في هنا حال قدامكم، حال مفرد، استخرجوا الحال المفرد في الشات، فأفتح لكم الشات بس لي أنا فقط، تمام؟ يعني لأن صراحة أنا لاحظ إن بتكتبوا كتير على الشات، تمام؟ اكتبوا لي في الشات الحال، الحال استخرجوا حال واسم مبني واسم معرب. مستر حضرتك قفل الشات اصلا؟ انا قفلت تحته دلوقتي، انا كنت يعني وجدت بعض الطلاب بيستخدموه صراحه بطريقه غير لائقه، ما ينفعش ان اثناء السيشن يعني تكتب في الشات لاي طالب. تمام مستر، ايه الجمله اللي حضرتك عايزنا نستخرج منها؟ انا من الفقره اللي قدامكم اللي احنا قلناها دي، ها دي جمله منها فعل مبني وفعل واسم مبني وحال الثلاثه. ممتاز، شوف اشرح. اي سؤال؟ بس وايه كمان غيره؟ اسم مبني واسم معرب. تمام. اي سؤالك يا ادهم؟ يتمسك، يساق، أعيد السؤال بقول استخرج اسم مبني واسم معرب، اسم مبني وفعل مبني وحال. الحال يا شباب اللي هي ناصح ومحذر. يا مستر معلش، تكتب حضرتك عايز ايه في الشات عشان متشتت يعني. الاسم استخرج الاسم مبني وفعل مبني. اسم مبني وفعل مبني، تمام. صح، ممتازين يا شباب. يبقى اذا اقول بس السيشن احنا لسه في الفقر ماشي ممتازين. الحال يا شباب، الحال يا شباب اللي هو ايه؟ طبعا نصحا ومحذرا، الاسم المبني عندكم الضمائر المتصله كلها، وهذا اسم الاشاره، تمام. الافعال الماضيه كلها سار، تمرد، انزل، وكل هذه افعال مبنيه، تمام ماشي ممتازين. طبعا الحاكم اسمه معرب، مش انا ما قلتش فعل اسمه معرب. كمل قراءة كده مستر. اتفضل. واحنا ينفع نقول من؟ لا، من حرف جر، من حرف، انا بقول لك اسم. تمام ماشي تمام. كمل يوسف اشرف، كمل قراءة كده. كان خرشيد كان خرشيد واليا فاسدا ظالما وحاكما مستبدا قاسيا لا يحب شعبه ولا يعرف الرحمة بالناس. كان كل همه في الحياة أن يجمع المال والوافر لينفقه على ملاذه ورغباته الشريرة. يعني لينفقه كده؟ لينفقه. ده لام التعريف دي، تمام؟ لام التعريف تدخل على الفعل المضارع تنصبه، تمام؟ المضارع منصوب على نصبه الفتحة عادي يا شباب، تمام؟ طيب، كان خرشيد واليا فاسدا قاسيا، ما صفات خرشيد يا يوسف أشرف؟ كان خرشيد واليا فاسدا ظالما حاكما مستبدا قاسيا، تمام. أيوه ممتاز. طب يا علي، ما صفات خرشيد يا علي؟ أيوه مستر، ما صفات خرشيد؟ أو لماذا ثار الشعب على خرشيد؟ ليه؟ لأنه كان وليا فاسدا ظالما حاكما مستبدا قاسيا لا يحب شعبه ولا يعرف الرحمة بالناس، وكان كل همه في الحياة يجمع المال والوافر ينفقه على ملذاته ورغباته الشريرة فاسدة. ممتاز. نسأل طيب مستعارف مصطفى، هل مصطفى تستطيع الإجابة؟ لماذا ثار الشعب على خرشيد يا مصطفى؟ أو لماذا كان الشعب، لماذا؟ تمام يا مستر حضرتك. الشعب ليه كان بيكره خرشيد؟ لأنه كان واليا فاسدا ظالما وحاكما مستبدا قاسيا لا يحب شعبه ولا يرحمه.
كان كل همه جمع المال لينفقه على ملاذه ورغباته الشريرة. ممتاز. طيب يا منى، لماذا كان الشعب المصري يكره خورشيد؟ لأنه كان وليا فاسدا ظالما وحاكما مستبدا قاسيا، لا يحب شعبه ولا يرحمه، وكان كل همه جمع المال ينفقه على ملذته ورغبته الشريرة. يبقى كان خورشيد وليا فاسدا حاكما، كان طبعا قاسي القلب. يوسف ضياء، لماذا كان خورشيد مكروها؟ مستر، في حد برضه مخلي اسمه يوسف ضياء زيه؟ فين ده؟ لا، مش عارف صراحة، أنا بقول اسمه ضياء، اسمه ضياء إيه؟ إنه أيوه، هو فتح المايك أهو. فتح المايك؟ مين ده؟ أيوه، إحنا كده أنا وهو فاتحين المايك. أنا مستر، يوسف أنا كنت المنسي بهزر هو معايا. غير اسمه الاسم. أنا كنت بهزر معايا بس. طيب. يجاوب يوسف ضياء. تمام، إيه السؤال معلش تاني؟ لماذا كان الشعب يكره خورشيد؟ لأنه كان وليا فاسدا ظالما، لا يحب الشعب ولا يعرف الرحمة بالناس، كل همه في الحياة أن يجمع المال الوافر ينفقه على ملاذه ورغباته الشريرة الفاسدة. تمام، ممتازين. يبقى يا شباب، خورشيد كان حاكما ظالما. نسأل طيب مين تاني؟ أدهم. أدهم مستر. أيوة، مريم بتقول لحضرتك دقايق وهتدخل، تمام. لأن أنت عندها وحش. هو أكثر من تقريبا متبقى 4 طلاب لم يدخلوا حتى. هل تستطيع أن تقول الإجابة صوتين يا أدهم أم صعب؟ السؤال ايه يا مستر؟ السؤال لماذا كره الشعب المصري خورشيد؟ لأنه كان وليا فاسدا ظالما وحاكم مستبدا وقويا. كان ظالما فاسدا لا يحب شعبه، تمام؟ كان أهم حاجة إيه؟ مصالحه الشخصية، تمام؟ وأيضا يا شباب، كان يستعين في حكمه لشعبنا المجيد بجنود غير مصريين، تمام؟ يبقى أيضا من الصفات التي جعلت الشعب يكره خورشيد أنه كان يستعين في حكمه بجنود غير مصريين. قبل أن تدخل لازم يخرجنا يا شباب، ماشي؟ يعني تدخل بسرعة فضلا يعني. طيب، كمل قراءة. جاء ماجد، ماجد موجود؟ غضب الشعب. كمل قراءة يا ماجد. تمام مستر. غضب الشعب من أعماله الشريرة وتصرفاته السيئة حتى بلغ الغضب غايته، وبدأ النفوس تثور وتغلي كما يغلي الماء على النار، ولم يبقى إلا أن تقع من وبدأت خورشيد النفوس وجنوده. ولم يبقى إلا أن تقع من خورشيد وجنوده وقعة واحدة ليعلن الشعب اعرب لي وقعة، اعرب لي كلمة وقعة كده. وقعت تقع وقعة عربي. وقع فعل ماضي